من القدس ينضم إلينا فضل طهبوب الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد طهبوب، صباح الخير وأهلا بك. هنالك حراك دبلوماسي واضح ظهر في زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار عدة عواصم عربية وتل أبيب في المرحلة المتأخرة. أيضا هنالك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. يرتقب أيضا أن المستشار الألماني أوليف شولتز سيزور إسرائيل ومصر ربما هذا الأسبوع، فضلا عن مهاتفات ولقاءات بين الزعماء والمسؤولين. ما الذي يؤخر، إذا كان هنالك زخم دبلوماسي، ما الذي يؤخر وقف لإطلاق النار؟ ونحن رأينا كيف عجز مجلس الأمن قبل قليل عن يعني التأكيد على مشروع قرار يوقف إطلاق النار. يعني واضح المعركة في الحقيقة هي صحيح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن القرار أمريكي، قرار الصراع وقرار الحرب أمريكي، وبايدن أعطى التعليمات للإسرائيليين ومنهم بالأسلحة والذخائر الخاصة لتدمير قطاع غزة. إنما يجري ليس حربا، إنما يجري هو إبادة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. بكل بساطة كل من قتلوا معظمهم نساء وأطفال وشيوخ ومدنيين، ولكن حتى الآن لم تقاتل لا إسرائيل ولا أمريكا المقاتلين الفلسطينيين إلا في اليوم الأول والثاني، يوم السبت والأحد فقط عندما كانوا في المعركة. إنما بعد ذلك كل ما يجري هو قتل في المدنيين لدفع الآخرين إلى الاستسلام، وهذا موضوع غير ممكن نهائيا. عقلية فاشية كعقلية نتنياهو وعقلية المجتمع الإسرائيلي، أنا في اعتقادي يعني مدعومة من الولايات المتحدة، لا يمكن أن تتوقف وستستمر في قتل الشعب الفلسطيني. وهذا موقف يعني يعيب الجميع، يعيب كل العالم، وكما ترى كل شعوب العالم تعلم تماما أن ما يجري هو عملية إبادة للشعب وقتل ضد مدنيين وعقابات جماعية، وليس حربا وليس قتال لا مع حماس ولا مع سواها، ولكن الأنظمة العامة أو المجتمع الرأي العالم الدولي سيء جدا، والأنظمة على الأقل الأنظمة العربية واقفة يعني محايدة وكأنه ليس لها علاقة بما يجري، وكذلك المجتمع الدولي أو على الأقل الأنظمة على الأقل يعني حزب الأطلسي كله بقاتل الآن إلى جانب نتنياهو ضد المدنيين وليس ضد الشعب، ضد لا حماس ولا ضد مقاتلين ولا ضد أي طرف. يعني يؤسفنا أن تستمر هذه المذبحة ضد الشعب الفلسطيني ولا نجد من يقف إلى جانبه بشكل مباشر أو إجبار إسرائيل. وطبعا هذا لأن الولايات المتحدة صاحبة القرار. في هذا التوقيت بالذات، وأنت تقول سيد طهبوب بأن الولايات المتحدة هي صاحبة الحل والعقد في هذه المسألة، قائد القيادة المركزية الأمريكية تحدث عن أنه سيتجه حتى هو إلى تل أبيب ويلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين ليتأكد بنفسه من أن إسرائيل لا يعوزها ما تدافع به عن نفسها، هكذا قال. هل نفهم من هذا بأن الولايات المتحدة اختارت فعلا أن تدعم إسرائيل إلى النهاية؟ الحقيقة هي تدعم إسرائيل من البداية وحتى النهاية، وحتى الذخائر التي تستعمل حاليا هي ذخائر جديدة حملتها الطائرات وحملات الطائرات وقدمتها لإسرائيل لتدمير مدن كاملة. سيدي ليس هناك قتال وليس هناك قصف لا لقواعد عسكرية ولا لمعسكرات ولا لجيش ولا لشيء، كل ما يجري هو قتل مدنيين وهدم بيوت على رأس أصحابها، ومعظم القتلة كما معظم الذين استشهدوا أطفال ونساء، يعني كما الكل وأمام التلفاز الجميع يشاهد ما يجري. إنما يجري هناك خطتين، إسرائيل صحيح ضربت وتألمت مما جرى وشعرت بالخوف والخطر، وأمريكا بتعتبر إسرائيل هي القاعدة الأساسية له الشرق الأوسط التي تهيمن فيه على الشرق الأوسط بشكل كامل، ومعنى آخر هي هذه القاعدة وخافت وخشيت أن تنهار كما قال الإسرائيليون، لقد يعني دمرونا في هذه العملية ولم وهي أصعب من حرب أكتوبر. هذا ما قال الإسرائيليون وليس الأمريكان، والأمريكان يخافوا على هذه القاعدة أن تنهار معنويا وعسكريا بهذا الشكل.
هذا ما جرى، هاي قضية. القضية الأخرى أن إسرائيل وأمريكا يعملوا على الهيمنة على الشرق الأوسط، سواء من خلال المشاريع التي طرحت أو من خلال التطبيع العربي، رضينا أم أبينا. التطبيع العربي هو إحدى عوامل هذه المعركة أيضا، لأنه إذا لم يكن هناك تعاون عربي لما جرأت إسرائيل على هذه الضربة بما كما نرى الآن. هذا ما يجري حاليا في الشرق الأوسط، مذبحة للشعب الفلسطيني ومحاولة نفيه من الوجود، كما طلبوا من مصر أن تأخذ 2 مليون اللي في غزة إلى طيب سيناء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا سياسة ليست سياسة إسرائيل، ولا تجرؤ عليها لولا دعم الولايات المتحدة وغض البصر من الجامعة العربية. وفي هذا التوقيت سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون في المنطقة، وسيلتقي الملك عبد الله والرئيس السيسي وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان بعد أن يزور تل أبيب. ألا يستطيع هؤلاء الزعماء الثلاثة أن يقنعوا جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف على الأقل هذه المذبحة؟ الخوف سيدي أن بايدن يأتي لإقناعهم بالسكوت أكثر وإخماد حتى جماهيرهم، حتى يتمم مهمته بإبادة الشعب الفلسطيني. يؤسفني أن هذه الأنظمة وهذه القيادات غير قادرة على التأثير حتى في الشرق الأوسط في منطقتها. يعني محزن موقفنا العربي بصراحة. نحن كفلسطينيون في هذه المسيرة وهذه المواجهة ليس لنا يعني تراجع. القضية الفلسطينية واضحة من 70 عام ونحن تحت الظلم والقهر، والجميع يقف إلى جانبنا فقط مجرد كلام. والحقيقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل الذين يعملون في هذا، وأمريكا بالذات هي التي تحاول، لأن تجد في إسرائيل قاعدة أساسية تخدمها في الهيمنة على الشرق الأوسط. فطائرات إسرائيل تضرب في السودان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين. يعني لا تريد، ماذا تريد أفضل من هذه القاعدة لتخيف ما تبقى؟ والبقية العرب يستسلموا دون قتال أصلا، يعني بمعنى آخر يطبعوا ويختموا. وفي كل اتفاق عربي ما بين إسرائيل وأي دولة عربية هناك بند لا تتدخل بالشؤون الفلسطينية، بمعنى آخر بيعوا القضية الفلسطينية ونحن أصحابها فقط. وهذا ما يجري وهذا ما يمارس اليوم من أمريكا وإسرائيل تحت مرأى ومسمع الدول العربية جميعا. طيب يؤسفني أنا الوحيد الذي يهدد للدفاع عن الفلسطينيين إيران وحزب الله. يؤسفني منذ وهذا ما كنت الأول أريد أن أسمع أسألك ذلك عنها. من أمام مصر هذا أو من الوضع السعودية أو من المتأزم الدول سيد العربية. طهبوب، هل نحن أمام حرب شاملة في المنطقة؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من حرب إقليمية، وعبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني تحدث عن ضربة استباقية كما قال، قد تقوم بها ما سماه محور المقاومة لثني إسرائيل وتحجيم عملياتها العسكرية. يعني أن نقول حرب شاملة في الشرق الأوسط، أنا في اعتقادي معظم دول الشرق الأوسط يعني ساكتة ولا تتدخل. ما يجري حاليا يعني مجموعة المقاومة فقط هم اللي ممكن أن يتدخلوا، وهذه المجموعة هي التي تعارض سياسة الولايات ومخططاتها في الشرق الأوسط. سابقا كان هناك كل الشرق الأوسط هناك دولتين لا يدخلوا في السيستم الأمريكي، صدام والقذافي، وتمت الأمور بمساعدة عربية لتصفية هذول النظامين من أجل هيمنة الولايات المتحدة. والآن المقاومة فقط مجموعة المقاومة أو تحالف المقاومة هو الآن الذي يعطل سياسة الولايات المتحدة. ويؤسفنا أن هذه السياسة هي التي تسير، وأمريكا تقوم بهذا. إذا قامت وتوسعت المعركة وتتوسع فقط مع هل تتوقع سيد مجموعة طهبوب أن المقاومة. يكون هنالك اجتياح بري حتى بعد زيارة بايدن؟ في الحقيقة الإسرائيليين يخافوا من الاجتياح البري، لأنه إذا خسر الجيش الإسرائيلي 1000 جندي آخر أو أكثر ستنتهي دولة إسرائيل وتتحطم داخليا، ومن هنا المخاوف، يقتل المدنيين ولا يهاجم المقاتلين. يعني واضح تمام، ويريد أن يأتي ببايدن لمساعدته حتى إذا هاجم أن تكون أمريكا إلى جانب إسرائيل، أو على الأقل بختم الولايات المتحدة تقدموا بهذا الهجوم.
شكرا جزيلا لك السيد فضل الطهبوب الباحث في الشأن الإسرائيلي، حدثتنا